والتر بواليا كمان بمناسبه الزميل سيف زاهر، لانه امبارح قال خبر عن العرض الكبير اللي حتى الان لم تظهر له ملامح رسميه. والتر بواليا علامه استفهام عند ناس كتيره، ليه والتر بواليا اهلي مش هو والتر بواليا الجونه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ برضو الزميل سيف زاهر سال السؤال ده للكابتن رضا شحاته. رضا شحاته ابن الاهلي، لاعب كبير سابق في النادي الاهلي لكنه مدرب الجونه، وكان اشرف على تدريب والتر بواليا وشاهد على انطلاقته، وعنده تفسير للفرق بين والتر بواليا ده والتر بواليا الاهلي. نشوف. بواليا لعيب كبير. بواليا لعيب كبير جدا. جدا عنده امكانيات هايله، ولكن الضغوط بتاثر على لعيب الكوره، ضغوط من اي نوع يعني. فمتاثر عليه طبعا. لعيب الضغط الاهلي ده عايز لعيب من نوع خاص، عايز لعيب من نوع خاص، ولكن هو اللعيب ده برضه هو ما عندوش مشكله. ولكن انا بشوف، انا قلت الكلام ده قبل كده، ان والتر عنده مشكله ان الدخله اللي دخلها في النادي الاهلي وبدا يضيع فرص، فبدات الامور بقت صعبه عليه. الضغط كل شويه بيزيد، فالتركيز غصب عنك بيروح منك يعني. بدايه اللعيبه بالمشهد ده تؤثر على مشواره؟ لا خالص. والتر القصه كلها بالنسبه له، انا شايف هو خلي بالك ان الافارقه عموما لما بيغيروا مكان جديد بياخد وقت شويه يعني. الموضوع ما بيبقاش بالسهوله. بس الانديه الكبيره ساعات الوقت ما يسعفكش، الوقت ما يسعفكش، ومش هيستنوك والناس مش هتستناك، وده خلي بالك ان ده اثر عليه. اما تقدم ورق اعتمادك يعني يبقى ده توفيق بقى، ده توفيق حسب بدايته ربنا يعني. هو والتر في كورتين لو كانوا في اول ماتش ليه لو جم اجوان خلاص الموضوع خلص، هيركب والموضوع خلاص ماشي. انت بقى انت وحظك والتوفيق، ولكن امكانياته هو كلاعب، لا لعيب كويس جدا جدا، عنده امكانيات هايله. المشكلة مش في بواليا بس، لعيبة الأهلي كلهم هذا البواليا. لحجم المطلوب وحجم التوقع عند الجماهير بالنسبة لعيبة النادي الأهلي عالي جدا ومتسرع جدا، ولا يقبل إنك أنت عايز من كل فرصة تبقى خطر وتجيب جون، عايز من كل ماتش تبقى متألق وتكسب، عايز لو في كده يبقى يعني هتقولي حد على يعني شيل ميسي وصلاح وكريستيانو على جنب كده قولوا لي فين ده؟ فين ده على مستوى العالم؟ لكن بواليا امكانياته كويسه، مؤكد امكانياته كويسه، مؤكد يعني. طيب ايه المطلوب في بواليا في النادي الاهلي؟ لا ده حاجات كتير جدا ما كانتش مطلوبه منه في الـ في الـ في الجونه يا جماعه. هو في الجونه عايز جيب لي جول. لما داخل في الدور التكتيكي بتاع الاداء الجماعي، ولا داخل في الدور الدفاعي، ولا فطبعا انت لما تبقى لعيب مريح نفسك بتاخد السقطه واللقطه بتقدر تعمل كده، لكن لما تبقى لعيب تكتيكي يبقى التقييم بتاعك على المهام اللي انت كلفت بيها، مش جبت جون ولا لا، من لكن جمهور عايز الجزء اللي ظاهر من جبل الجليد على سطح الماء، الجون. الجون